صحبتنا مع روسيا ما هي إلا مجرد بداية، فالطاقة النووية هدفنا برعاية من بوتين. هكذا كان لسان حال عبد الفتاح السيسي وحكومته منذ عام 2015، حينما أعلنت مصر انطلاق مشروع الحلم النووي الذي راودها منذ ما يزيد عن 60 سنة. خطط خلالها أحفاد الفراعنة لهذا اليوم الذي هم على مقربة فيه من حصد نتائج التقارب الروسي، إلا أنهم لم يتوقعوا بتاتاً أن يهبهم الله ثروة هي الأكبر بين العرب وفي كل أرجاء القارة. إنها عنصر الثوريوم بديل اليورانيوم الأكبر إفريقياً، ومستقبل المفاعلات النووية في ظل تشجيع علماء العالم على استخدامه والاستثمار في مشاريعه البحثية. فهل تكون الكميات الضخمة التي في حيازة جمهورية مصر العربية هي الحل لأزمتها الكهربائية الموسمية وخياراً آخر لتطوير الاقتصاد الصناعي المحلي؟ وهل ستتمكن أخيراً حكومة السيسي من ضمان أمنها الطاقي القومي واستغلال روسيا لصالحها؟ هذا ما سنجيبكم عنه خلال هذا التقرير وتحت مظلة نادي الدولة المصنعة للنووي. مصر أرض المستقبل النووي. لم يكن يتخيل الكيميائي السويدي يونس ياكوب بيرسيليوس يوماً أن يخلده كتاب التاريخ بين سطوره بقلم من الثوريوم في صفحات سنة 1828، وذلك بفضل الفضول الغريزي الذي حمله هذا العنصر ذو 90 عدداً ذرياً بالنسبة لأقرانه. كونه يوجد على كوكبنا بفارق ضعفين عن قريبه اليورانيوم العنصر الأساسي للصناعة النووية، فبحسب أحدث بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الموارد المعروفة والمقدرة للثوريوم تصل إلى 6,400,000 طن حول أقطاب العالم. ثم وفي حين أن الهند تحتل رأس الهرم للاحتياطات بواقع 850,000 طن، متقدمة بذلك على البرازيل صاحبة حوالي 650,000 طن، واستراليا وأمريكا اللتان تتشاركان في نفس القيمة أي ما يناهز 600,000 طن، فإن الدولة المصرية قد تجاوزت جميع بني لغتها وجلدها من العرب والأفارقة على وقع بلوغ إجمالي ما تخزنه في باطنها من الثوريوم ب308,000 طن، أي بفارق 232,000 طن عن جنوب إفريقيا أقرب منافسيها. كل ذلك وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، علما وأنه يمثل أيضا مصدرا طاقيا أكثر أمانا واستدامة لعمليات الانشطار النووي التي شكلت منذ عقود منافسة أمنية واقتصادية ضمن الصراعات الدولية، والتي سرعت بدورها من تقدم شهرة معدن الثيريوم الطبيعي ذي الإشعاعات الخفيفة، رغم أنه ما يزال يعيش حتى هذه اللحظة في ظلال سلفه اليورانيوم. بما أنه لا يعتبر وقودا نوويا وإنما في حقيقة الأمر وقودا انشطاريا فعالا، تكمن أهميته في ارتباطه بسبع مفاعلات نووية لعل أبرزها المفاعلات سريعة النيوترونات. فهل يستطيع السيسي إذن استغلال هذه الثروة العظيمة لتضييق الفارق الاقتصادي مع الدول المجاورة، خاصة أن الحكومة الصينية التي كانت قد وضعت عينيها على إفريقيا منذ عدة شهور قد اقتحمت المجال بالفعل مع احتياطات خيالية وفقا للتسريبات الأخيرة والتي قدرت بمليون طن، أي ما يكفيها لإضاءة أراضي التنين الصيني ل60,000 عام قادمة. بوتين والسيسي الثنائي الأخطر إفريقيا. لعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها. هكذا جاء تعليق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أواخر العام الماضي، وذلك تعقيبا على تقدم الحلم النووي المتمثل في مشروع المحطة النووية بالضبعة الواقعة بمحافظة مطروح الممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتي مثلت أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في جمهورية مصر العربية، علما وأن تاريخ طرح فكرتها يعود إلى 2015 حينها وقعت الحكومة المصرية والحكومة الروسية الاتحادية اتفاقية تعاون لتشييد وتشغيل أول محطة نووية فوق الأراضي المصرية، ألا وهي الاتفاقية التي عدت حجر أساس نهضة مصر النووية
التي ستتركب مع 4 محطات بقدرة نهائية تبلغ 4800 ميجاوات، ستكون مزودة طبعاً بمفاعلات الماء المضغوط الروسية ذات الجيل الثالث. لكن أياً يكن، فبالعودة إلى مستجدات المحطة، فقد أعلن سابقاً الدكتور المصري أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أعلن عن الانتهاء من تركيب جميع شرائح المستوى الأول من مبنى الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة النووية الثانية بموقع المحطة النووية بمدينة الضبعة. كما ليكن بعلمك عزيزي المشاهد أن هذا المبنى هو ركيزة رئيسة فيما يخص السلامة، كونه مجعولا للمحافظة على أمان المنشأة النووية الكهربائية والبيئة المحيطة بها، وذلك عبر منع تسرب المواد المشعة حالما حدثت أي حالة طوارئ بالمحطة النووية، مما يعكس بشكل أو بآخر مدى جدية سعي هيئة المحطات النووية المصرية لتوليد الكهرباء نحو تحقيق الحلم الوطني الذي لطالما راود جميع المصريين رغم كل العراقيل. إذ بالنهاية يعتبر هذا المشروع العملاق نواة محورية لتحقيق رؤية مصر 2030 وكافة أبعاد التنمية المستدامة التي تدار من طرف كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الهادف إلى إنجاح استراتيجيته المتمحورة حول إيجاد تنمية شاملة في شتى ميادين البلاد. بحيث قد ذكر كذلك الدكتور أمجد الوكيل أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ستكون بمثابة نواة للبرنامج النووي المصري السلمي المبني على التسريع من مهمة التنويع من مصادر الطاقة الوطنية، وذلك للحفاظ على التغيرات المناخية ومقاومة الاحتباس الحراري جد الخطير على عالمنا. ثم وفي علاقة بأزمة الكهرباء المصرية المعتادة خلال السنوات القليلة السابقة، فإن هذه المحطة المستقبلية ستسهم بإنتاج حوالي 7% من السعة الكلية للشبكة، على غرار توفير ما يتجاوز 7 مليارات متر مكعب من الاستهلاك السنوي للغاز الموجود نحو توليد الطاقة الكهربائية، بما سيخدم بالتالي الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على الغاز في خطوط إنتاجها. فهل ستنجح مصر مستقبلاً في أن تكون الرقم 1 إفريقياً في صناعة الطاقة النووية في ظل تخصيصها لما يقدر ب30 مليار دولار لتمويل محطة الضبعة الحلم المصري النووي؟